السلام عليكم إخواني الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة من برنامج مسار طائر. الإخوان ديالي كيف كتعلموا أن هذا البرنامج فهو عبارة عن واحد برنامج صغير كنهضروا فيه على واحد المسار ديال واحد الطائر اللي بصم المكانة ديالو في داخل الساحة الولاعية المغربية. الإخوان، أولا قبل ما نبدأ نصب هذه القصة ديال هذا الطائر، فأولا لابد أن أوضح شيء مهم. من بعد ما قام واحد صديق عزيز عليا أنه قام بملاحظة هي ملاحظة جيدة في محلها وتناقش مع في المسألة، إذن هذه الملاحظة هي أنني دائما في هذه القصة كنقول ملي كنهضر على شي طائر كنعاود الناس اللي كان عندهم، مثلا سوتو إلا كان آخر مولو عنده شراه، فكنعاود لوريجين منين جا وكيفاش وصل لهذا المولو الأخير. فلكي أوضح شيئا، دائما أي طائر دويت عليه فدائما كيبقى صاحبه ومالكه هو اخر واحد عنده. مثلا هاد الطائر ديال اليوم غادي نهضر عليه لانه الطائر ديال المولوع ديالنا الدكتور جمال اللي ساكن في مدينه الجديده، وكاع المواليه كيعرفوه وكاع الجمعيات كيعرفوه. فهاد الطائر اصبح له ما دام شراه فوعطى عليه الفلوس، دونك اصبح له. ولكن ما يمكنش نهضر على هاد المرحله ديال هاد الطائر غير نحددها غير في الدكتور جمال، لان لا يمكن لان الطائر عنده واحد القصه طويله. وثاني حاجه انني غنقول واحد القضيه ملاحظه حتى هي زوينه، ان ملي كنكون كحاضر كنسمع شي جوج الناس، كاين واحد مول الطائر بايع الطائر ديالو لواحد اكس، فدائما داك البائع كيقول لك انا بعت الطائر ديالي بقده وقده وغير تعاونت مع هذاك السيد. ما يمكنش تبعتي الطائر مثلا ب 5000 ولا 4000 درهم ولا 3000 درهم ولا ب 1000 درهم، ما بقاش معاونه هنا ولات اون نيغوسياسيون دان بري وبعتيه ليه، دونك الطائر اصبح لهذاك السيد الشاري وانت خديتي فلوسك، ما كاينش تعاونتي معاه، بعتي تعاونتي معاه هو اللي قلتي ليه هاك هاد الطائر وعطيتيه ليه تولع به فابور وبخير وعلى خير. المهم حنا هذا ماشي يعني مهم حتى لا. اذا الاخوان ديالنا، هاد الطائر اللي غنهضر عليه اليوم فهو طائر بصم المكانه ديالو في الساحه الوطنيه، وكلشي كيعرفو كلشي يسمع ليه. وانا كذلك واحد 3 سنين باش كتبت عليه في الفيسبوك، يعني كتبت ليه على درت عليه واحد التحليل دقيق في التغايد ديالو في البايتوا ديالو، وكان تحليل عجب مولاه اللي كان عنده قبل. ولكن ملي بغيت نهضر على هذا الطائر فسولت عليه فعطوني الاشاره الاولى اللي غنعرف منين جا، اللي عطاها ليا هو يوسف خماسي. فيوسف خماسي دوى ليا على هاد الطائر، ولكن قبل غادي ندوى ليا على مولاه الاول. شكون هو مولاه الاول؟ شكون هو الاخوان ديالي؟ هو واحد المولوع ربما هو معروف مزيان وحكم وطني، ولكن لا اسمه لا يتداول كثيرا بين الموالي. هاد المولوع هو بلال ديال مدينه القصر الكبير. هاد المولوع الشاب لان عنده شي 32 سنه دابا او 34 لما نكذب، فاتصلت به فعلا استقبل يعني استقبل الـ يعني اسم المكالمه ديالي يعني بواحد القلب كبير، ولقيته كيعرفني حتى هو وبخير وعلى خير. فملي هضرت له خديت الموافقه ديالو قال لي مرحبا بالفكره وتفضل، هو يعطيته بعض الاسئله. فهاد الطائر الاخوان فهو اولا طائر ديال العش، كان في واحد العش فيه خمسه فيها بعض ديال 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 الوليدات حسب كلام بلال. هاد العش هذا فهو من ناحيه ديال القصر الكبير، ولكن واحد الناحيه كيقولوا ليها قال لي هو ناحيه السد، ما بغاش يعطيني بالتدقيق اشنو، وانما هو قال لي ناحيه السد. اذا فالغريب في هاد الطائر هذا فهاد العش هذا ملي جابو دخلوا عنده للدار وبدا كيوكلوا الماكله العاديه كما كيوكل الجميع. الغريب في هاد القصه هذه في هاد العش هذا، ان بلال ملي شد داك العش دوز عنده واحد المده عفوا دوز عنده واحد المده قصيره بدا كيشعل ليه لاكاسيت ديالو،
ولكن بلال أحس بشيء غريب، حسب كلامه أحس بشيء غريب في ذاك العش. هذا الشيء هذا هو أنه أولا ملي بداو دوك الطيور كبروا شويه وداروا كما كنقولوا حنا قصبوا المسائل ديال، فلاحظ ان قلبه جلب نحو طائر واحد اللي هو هذا اللي كندويو عليه. فبحال الحويجات اللي كيكونوا يعني غريبين في القصه. فملي قلت ليه علاش، قال لك انا ما عرفتش علاش، انا ما عرفتش علاش اخويا علي، انا بالي داك العش هذاك الطائر وقت ما جيت نوكلو ولا وقت ما جيت نشوف فيه دائما داك الطائر كيبان لي غريب على خوته وقلبي كيبغيه. فقال لك هزيت هذوك الثلاثه حيدتهم وخلاه بوحدو هذا من بعد ما كبر شويه. فبطبيعه الحال بدا كيشعل لي الكاسفه، بدا كيتعماه، بدا كيبان الحب بيناتهم. فبالنسبه للكاسيت فهو حفظ على مانولو، فهو حفظ على واحد التركيبه ديال مانولو. ملي سولته لا فيرسيون ديال مانولو قال لي ان هاد لا فيرسيون ديال نزار الحكم الوطني العزيز علينا كذلك. فمن بعد ما خدا الكاسيطه عند نزار قلت ليه خويا بلال انت بطبيعه الحال كتعرف تركب لي كاسيط والمسائل ديالك، فلماذا ما عطيتيش التركيبه ديالك؟ فهو قال لي انا خديت هذيك التركيبه ديال نزار اللي هي مانولو، والكلام ديال مانولو بسيط انه مخلط وقيلا او مصيد من كلام تغيد الطيور من قمقم ديال يعني ديال الطيور. فقال لي خديتها وما بدلتش فيها ولو حرف واحد، سمعت ليها مزيان، قال لي يعني فهمتها مزيان، عرفت له الشيمه ديالها، فقلت بسم الله وتوكلت على الله. اذا هنايا هاد الطائر بدا كيسمع على الكاسيط، ولكن نزار كما قال بلال قال لي نزار قال لي الى هاد الطائر حفظ اخويا بلال فغادي تبيعوا لي انا لانه هو مولا كاسيط. انا بطبيعه الحال انا عرفت وعارف قصه ديال هاد الطائر ديال هاد الشايط مانولو، فهو كما كتعرفوا كان في واحد الجدال في فيسبوك ان اللي كنعرف على لا كاسيط خارجه من عند الطائر اللي شاء امين جنان، عاود شدها ما نزار هو اللي خدا داك الطائر وقيله ودا على شي موديفيكاسيون. المهم حنا ماشي كنتهمناش لا كاسيط او تاريخ قصيطه لان كلشي كيعرف هاد القضيه هادي ديال مانولو. من بعد الطائر بدا كيبجغط وبدا كيجيب الكلام، فابهر به وبهر به سميتو بلال هنايا تبهر به مزيان، ففرح لانه غادي الى عاش الطائر غيدي ليه حتى هو سميتو. فبقى هاد الطائر مني سمعو مزيان كنظن قال لي بلال انه سجلو وعطاه صفت الجل ديالو للصديق العزيز عليه يعني اللي عنده قرابه معاه في الولاعة، هو خالد يعدلتان اللي غبر علينا من الساحه الولاعيه الله يطول لينا ليه عمرو، رجل طيب. فسمعوا يعدلتان فقال لي ما شاء الله احتفظ بهذا الطائر غادي تكون عنده واحد السميه وغادي يدي واحد سميته مزيانه. فبقى ذاك الطائر ربما بقى 12 شهر عند 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 بلال، والطائر راه طلع يعني بين كلامه يعني وصل للمراحل الاخيره ديالو. فمن طبيعة الحال تلاقى مع مراد الفارماسيان. ملي تلاقى مع مراد الفارماسيان هضرة دات هضرة وهضرة جابت هضرة. فمراد الفارماسيان قال لي واش كاين شي بركة هاد العام، واش كاين شي خير؟ قال لي الحمد لله ما عليك الا تجي عندي لدار تسنط. ايوا مراد القصر كما ولوع تا هو تبارك الله عليه فيما الحمد لله حتى هو منضوب على الولاعه فيما بان شي يعني شي كما كنقولوا حنايا شي لبانه حره زوينه، فما كاين عاد دون لا لين دو مير، ما كاين عاد الضبلج، ما كاين عاد القدس هذا زعما طاب بحال قضيه امين جدا بوعميره. لا لا يوم كنبسط معكم. المهم هذه من حر يعني الولاء حب الولاء بزاف. فمراد القصر ديال الفارماسيان دخل عند السيد بطبيعه الحال فاعجب بالطائر فطاح مع الطبله كما كنقولوا، فطاح مع الطبله دخل معاه في البيع والشراء. من طبيعه الحال تفاهموا ما كاين حتى مشكل، دازت
المعامله يعني دازت العمليه بيناتهم، قال الثمانات ما بقاش تحبت تقول ثمانات لان ما في صالح حتى واحد. المهم الثمن ديال باش تباع طيب باش وصلوا فين وصلت كل شيء كيعرض. المهم خداه مواد القصر، فهنا انقطعت علاقه طائر علاقه سميتو بلال مع الطائر. دازت المرحله الثانيه اللي هو مواد القصر هنا، فاتصلت بمواد القصر ففعلا اكد لي المسائل انه فعلا تشام عند بلال وهكيفاش وهكيفاش نفس القضيه اللي قلت لكم. فالطائر دخل بدا عند 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 مراد وداكي عطاه لا كاسيت ديال، كنظن ان مراد دابا مراد قال لي ديك الكاسيطه اللي عطيت اللي خدمتي ليه، قال لي ودي خديت الكاسيطه ديال مانو نوعد امين على ما اظن، الا ما خفت نسى حيت كمل بالكاسيطه ديال مانو نو ديال امين كنظن، والله يسمح لي الا غلط ما بقيت عاقل مزيان. المهم سي لا ميم كاسيت سي لا ميم يعني سي لا ميم اركيتكتور سي لا ميم زابيل، داز داكشي مزيان الطائر داز سميتو. جلس عند مواد وقيله شي 3 سنين، ثلاث سنين ودا المكانه ديالو بزاف. والفيديو اللي غنحط لكم راه فيه مواد كاتب جميع الاسامي، كاتب مواد القصار امين جلال نزار وبلال بالضبط، الاخر كان اخر سميه هي بلال، ما هادشي مواد اللي عارف علاش. ولكن ملي سولت انا مواد قال لي ودي علاش كتبت هذوك الاسامي كاملين، لان هاد الطائر في الحفظ ديالو او على الاقل مشاكين في ديك المساله ديال هذاك الطائر بواحد القضيه، ان بلال جابو رباه كبو وكلو وحفظو، انا كذلك كملت معاه في الكاسيطه ديال النزار والكاسيطه ديال بلال ديال الكاسيطه ديال امين. اذا هنا داكشي علاش هذاك الاسم تكتب. من بعد كيف وصل هذا الطائر الى الضاله البيضاء المرحله الثالثه ديالو؟ هنا الدخل غيكون يوسف خماسي. يوسف خماسي حتى هو سامع لها الطائر وسامع ليه فعند وقيل عند مراد وعرف المستوى ديالو، ولكن كيفاش غيجي هذا الطائر اللي سميتو الكازا الدار البيضاء؟ ان كاين واحد الاخ سميتو انا ما كنعرفوش كيقولوا لي المقدم، هذا المقدم انا ما كنعرفش المهنه ديالو ولا الاسم ديالو، فهو مولوع يعني مولوع بمعروف بين الموالي وكيحب الطيوتا هو وكاين حاضر. فوصى خماسي على شي طائر، قال ليه كاين واحد الطائر عند مواد القصر راه زوين، ها الثمن باش غيبيعو، تفاهموا كذلك الثمن. دخل يوسف خماسي جاب طوير تفاهم مع مراد، عطات واحد لاباتي الاولى ديال المراد، بقات لاباتي الثانيه المقدم. ربما قال لي يوسف خماسي يعني بدأ يتراجع شيئا ما، لان الطائر دخل ليه بداله وعاود دخل ليه بداله، دونك ما بقى عند خماسي. هنا بقات واحد الفكره ديال التراجع، كنظن ان في الاخير كمل ليه الفلوس وخداه. ولكن يوسف خماسي ملي قلت ليه الطائر عجبكم فيه، قال لكم ديك كان ريبيرتوا ديالو عامه، كان فيه واحد التبليت شبيه مزيانه وكان طائر ممتاز. هنا بقى كيدور هاد الطائر بين المقدم وخماسي، ان كيفاش غيوصل عند زكريا؟ زكريا ديالنا الصديق ديالنا العزيز ديالنا غادي يوصل عنده الطائر من طرف خماسي. بطبيعه الحال زكريا حتى هو مولوع وباغي ياخذ شي طائر زوين اللي في حد ذاته حاضر كاين، فخماسي بوبوزا ليه الطائر ديال بوبوزا ليه الطائر هذا، فخماسي يعني ما حب بالفكره وخداه بالثمن اللي اتفقوا عليه، فما قالش لا خدا الطائر. فمن تما هذاك الطائر بدا كيبان على الصفحه الزرقاء الفيسبوك بفضل الفيديوهات ديال زكريا، يعني ولو كيعرفوا الماليه ولو كيهضروا عليه ولو كيهضروا على التغريد ديالو، فتشهر داك الطائر الحمد لله، وتشهر مع مولاه اللي هو زكريا حتى هو يعني ولا معروف كثر مع عند الماليه كاع اللي ما كانوش كيعرفوا زكريا. اذا هاد الطائر بقى عند زكريا واحد المده تولع به مزيان، وعاود رجع عند يوسف هما اصدقاء بداو كيتبادلوا به بداو كيحفظوا به الطيور وداكشي. فالى هاد الشهر الاخير فاش خداه مالكه الاخير اللي هو الدكتور جمال، اللي ملي سول الدكتور جمال فهو قال لي انا وصيت على طائر بغيت نشريه ب
بغيت نتولى، فخديت فنصحوني بالطائر ديال زكريا. يعني المرحله ما بطول ما يعني الطائر عند الدكتور جمال ما مطولش بزاف، يلا خدا ميم با 10 ايام، ميم با 10 ايام باش خدا، ولا 12 يوم على ما اظن، ولا شهر كاع يعني، باقي ما عنده ما يقول لي عليه. المهم حنا عرفنا المسار ديالو، ولكن الطائر كيبقى ديال جمال الدكتور ديالنا، المولوع ديالنا، فالطائر ديالو كيبقى ديالو 100% مادام عطى عليه الفلوس ديالو. اذا كاينه حاجه واحده، ان زكريا ملي اتصلت به حتى هويا عطاني الفوفير، جمال الدكتور عطاني الفوفير باش نهضر الطائر، ولكن كانت ملاحظه بسيطه اللي هو طلب صغير عند زكريا، قال لي الله يخليك علي، يعني من باب الاحترام الا كنتي غادي تهضر عليه وغادي تصاور غادي تصويتي انا، لان الطير الله خرج من عندي في الدار، وانا يعني قبلت ليه الفكره ديالو، حيت ماشي مشكل، ماشي مشكل، يعني عندي التصويت ديال جمال وعندي التصويت ديال زكريا. اذا هذه هي قصه هذا الطائر هذا اللي سميته انا طائر قصر كبير او طائر زكريا. المهم كنتمنى تعجبكم القصه ديالو، وكما كنقول دائما في الاخير، ديما كنقول في الاخر لكم الحكم ولكم يعني كامل الحريه ان يعني تنتقدوا ولا تهضروا على الطائر ولا تهضروا على تاع البرنامج، ما كاينش مشكل، ونمشيو نسمعوا لهذا الطائر باقي على قيد الحياه، نسمعوا ليه. ولكن الفيديو اخذت الفيديو الاولي انا ديالي اللي حط مراد، وشكرا لكم، الى الحلقه المقبله ان شاء الله.